Hello, Rehan. How are you? This is the lesson report. Let's go and see what we did last time. Last time we did the new words and we did the or finished the self-introduction. So let's go. New words. So last time we had new sentences. كلهم سعداء. هل يمكن أن تغلق النافذة؟ أحسنت عملاً. أنا درست التدريس منذ سنة. أين تعمل؟ أنا موظف مبيعات في محل. نحن نمشي إلى المخازن. أنا أجلس في الغرفة. أنا أقرأ كتاب. نحن نشارك الطعام. أنا أفكر فيك كل يوم. Let's go for the new words. صناعة الفيديو. كبير. صغير. جد. جدة. عم. عمة. خال. خالة. في العمل. خادم. عملاء. سأل. تعلم. سامع. This is it. Let's go. Introduction. أنا أتكلم عربي وإنجليزي وبعض من الأسباني. وأنت؟ أنا أتكلم إنجليزي وبعض من العربي مثلا. أنا متزوج منذ 5 سنوات. وأنت؟ أنا لست متزوج. أنا لدي بنت 2 سنين. وأنت؟ أنا ليس لدي بنات. أنا أحب القراءة والتدريس. أنا أحب القراءة والتدريس أيضا. أسرتي بها جدي وجدتي عمي وعمتي سوري جدي أسرتي بها أبي وأمي وأخي وأختي. عائلتي بها جدي وجدتي وعمي وعمتي وخالي وخالتي وأولادهم وبناتهم. أنا عيد مولدي في الأول من أكتوبر. أنا عيد مولدي في 22 من يونيو. سعدت بلقائك. أنا أسعد. مع السلامة. مع السلامة. So this is it. I hope to practice that. I will be adding those new words to the memorize. So please practice them and see you soon. شكرا. مع السلامة.